السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم ومساءكم وكل حياتكم معطرة بذكر الله. أهلا وسهلا بكم جميعا، وتحياتي للجميع. وأفضل شيء في الدنيا وفي الوجود وفي الحياة هو ذكر الله والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وده خير وأبقى. واتمنى يا جماعه حضراتكم بس ايه يعني تذكروا لايف كده في التعليقات، وصلوا على النبي كده في التعليقات. يعني دي البركه اللي انا باخدها من القناه، انا ما باخدش فلوس، بس دي البركه اللي انا باخدها من الايه، من القناه. اتمنى من اخواتي ذكر الله والصلاه على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب النهارده هنعمل وصفه كويسه جدا لشعرك والشعر بناتك، منها اللي احنا هنقدر نطول الشعر بتاعنا ونقدر نكثفه ونعمل له عملية ترطيب، وفي نفس الوقت نحميه من التقصف والسقوط، وهيطول بدرجة يعني رهيبة جدا. ايه اللي احنا هنستخدمه؟ كل الامكانيات متاحة. طبعا انتوا بقيتوا اساتذة، في الاول كنت بديكوا العشبة واقول لك العشبة دي بتعمل ايه، بديكوا معلومات، وبعد كده بنقدر ايه اللي احنا نقدر نستخدمها، وعلمتكم حاجات كتيرة جدا. النهاردة بقى هنعمل حاجة خيالية. طيب اول حاجة معانا ان هو ايه البولة بتاعتنا، واول حاجة هناخدها معلقتين من زب من بذور الشيا. اهو شايفين دي بذور الشيا. بذور الشيا دي بتعمل ايه يا جماعة؟ بذور الشيا دي مهمة جدا في عملية الترطيب، مهمة جدا في عملية كمان نمو الشعر. طب هي بتعمل ايه بنمو الشعر؟ فيها عناصر مهمة جدا، فيها عندك عنصر الحديد، فيها عندك عنصر الكالسيوم والمنجنيز اللي البصيلة محتاجاه فعلا عشان تقدر تبدأ اللي هي تنمو، وده فعلا اللي بيعمله البذور الشيا، بيخش كده على البصيلات والبذور ويبدأ يعمل لها عملية استيقاظ من الغيوبة اللي فيها، أو بمعنى آخر هي البصيلة والجذور كده عندها عملية استرخاء من الشامبو اللي فيه كيماويات اللي حضرتك بتحطيه، والكريمات اللي فيها كيماويات اللي حضرتك بتحطيها، فبتبدأ البصيلة تكون ضعيفة، مش قادرة ايه، مش قادرة تقاوم كل الكلام ده، فبتبدأ بذور الشيا بتعمل ايه؟ بتبدأ تقدر تغذيها بالمعادن ده عشان تقدر تقول لها اصحي بقى فوقي عشان احنا عندنا مهمة تاني ليكي. طيب تاني حاجة هناخدها معانا المرمرية، والمرمرية هنا بتعمل حاجة كويسة جدا. أول حاجة بتصحح صبغة الشعر عندنا اللي هي صبغة المينامين عندنا، بتبدأ تقول لها استيقظ انت كمان، وفي نفس الوقت بتمنع القشرة وبتدي الشعر رطوبة، ويعني بتخليه كده رطب كده جميل، وفي نفس الوقت بتعمل على الحد من تقصف الشعر في الأطراف. طيب تالت حاجة احنا هناخدها، وقلنا يا جماعة خلي بالكو احنا طالما احنا بنعمل وصفة شاملة لينا وللأطفال، هناخد معانا أوراق البصل. شايفين ده أوراق البصل. طب هنعمل ايه أوراق البصل دي بتعمل ايه؟ أوراق البصل فيها نسبة عالية جدا من الايه الكبريت، وفيها نسبة عالية جدا من الزنك. الأوراق البصل بتبدأ تغذي شعرنا، وفي نفس الوقت هتقدر تحمي الشعر من القشرة والحشرات بتاعه الراس، وده خاصه للايه للاطفال. يعني اطمني كده وانت بتعملي الزيت دوت مش هيجي ابدا حشرات في الايه في الراس، لان هي بتعمل عمليه تنظيف لفروه الراس، وفي نفس الوقت بتدي له الماده بتاعتها اللي هي موجوده فيها اللي هي الكبريت، عشان تقدر لو في اي حشرات تقدر تطردها خارج الايه الراس. مهم جدا قشور البصل في عمليه تطويل الشعر. وطالما قلنا يا جماعة احنا بنعمل وصفة للشعر، يبقى لا ننسى ولا نتناسى القرنفل. ناخد اربع خمس حبات نحطها فين معانا، وقلنا وهنقول ان القرنفل مش بيطول الشعر. وما بيعمل ايه القرنفل؟ بيبدأ يعمل على عملية تحفيز النمو. يعني ايه؟ يعني بيساعده اللي هو يدخل له الاكسجين، دي مهمته. زي مثلا حضرتك ابنك مثلا داخل امتحان، مش انت بتهيئيله الجو اللي هو يذاكر؟ نفس الكلام كده بالظبط. هل انت ساعدتيه اللي هو ينجح؟ لا، انت بتعملي اللي انت بتهيئيله الجو، تمام كده. فنفس الكلام هنا، هنا بيعمل على عملية مساعدة، بيساعد الشعرة في عملية الاستيقاظ، بيدخل لها الاكسجين، تمام، بيدخل عشان تقدر البصيلات
تبدا تتغذى على كل الحاجات اللي احنا ايه اديناها لها. طيب في حاجه كمان، اه طبعا في، هناخد معانا اوراق الايه الزيتون. شايفين اوراق الزيتون، واقول لك انا حطيت لي اوراق الزيتون. اوراق الزيتون مهمه جدا لايه؟ لعمليه الشعر. ليه؟ مش بالظبط كمان للشعر، لان انا هاخد هنا معايا زيت دوار الشمس. شايفين هاخد زيت دوار الشمس، يبقى انا عملت ايه؟ حولت الزيت دوار الشمس اهو، هنحطه كده اهو. يبقى انا عملت ايه هنا؟ حولت زيت دوار الشمس لايه؟ لزيت الزيتون، عشان يبدا كمان يعمل لي عمليه الترطيب، ودي حاجه مهمه جدا. طب احنا بقى هنبدا نعمل ايه؟ طبعا احنا ايه هنبدا نرج طبعا، بس ايه هنبدا ايه نغمس كل الكلام ده ايه في القاع اللي تحت كده اهوت، او في القاع كده اهوت. هو عايز حبه زيت كمان، انا هحط له دلوقتي ايه حبه زيت كمان. هو عايز ايه كمان؟ ربع كوبايه، مفيش مشكله هحط له دلوقتي، ثواني هجيب له ربع كوبايه ايه وهحط له دلوقتي. هنحط هنا كمان ربع كوبايه اهو عشان يبدا ايه يغمر كده. احنا عملنا ايه يا جماعه؟ كده حطينا كل العوامل المساعده لعمليه الايه النمو الشعر، وعمليه ايه عدم التساقط، وفي نفس الوقت عملنا ايه؟ عملنا حركه جهنميه، او عملنا حركه يعني اكتسبنا فيها حاجه احنا لازم نعملها في كل مره، اللي هو ايه؟ اللي احنا نقدر نحول الزيت بتاعنا لزيت زيتون. يبقى احنا نحط زيت عباد الشمس ونحط اوراق الزيتون عشان نقدر نحول الزيت لايه؟ لزيت الزيتون. وفي نفس الوقت حطينا البصل، حطينا المرمريه، حطينا بذور الشيا، وحطينا القرنفل، يعني حاجه كده هتبقى جهنميه على شعرنا. هنعمل ايه؟ طيب هنعمل ايه؟ هنسيبها كده؟ لا مش هنسيبها كده. احنا هنبدا نسخنها على حمام برم، او هنسخنها عن طريق البخار لمده ربع ساعه، بعد كده هركنها شويه معايا. تمام كده؟ الخطوه الثانيه هعمل ايه؟ هروح تاني اول لما تبرد اروح رافعها كمان في نفس اليوم، ارفعها كمان ربع ساعه على النار، عشان انا عايز اوراق الزيتون وكل الاوراق دي تبدا تندمج في الايه؟ تبدا تندمج في الزيت. بعد لما تبرد هعمل ايه؟ اروح لاففها في حاجه سودة وبعيد عن الضوء لمده ايه بقى؟ لمده 24 ساعه. بس ستوب، اليوم اللي تاني اللي انا هستخدمها فيه اروح واخدها، ونفس الكلام اطلعها على حمام مريم ربع ساعه، وابدا احطها اسيبها، وبعد كده اصفيها وابدا استخدمها على شعرك وشعر بناتك، وتفرجي على حلاوه الشعر اللي هيكون في بناتك وشعرك. شكرا ليكم وتحياتي للجميع، واتمنى من الجميع اللي هو يطبق الوصفه دي. تحياتي ليكم جميعا.